عليكم لي زامي، معكم يوسف لاشين اكسبلور امريكا. اليوم جبتكم لواحد البلاصه ماشي بحال الاخرين، كنشوفوا شنو كاين يا الاليجيتورز. هاد البلاصه هي العاصمه ديال التماسيح في العالم كامل. هنا في قلب هاد البارك كاين اكثر من 2000 تمساح اللي جينا غادي ندورو وغادي نشوفوهم كاملين. هاد البلاصه سميتها جيرلاند، كاينه في المدينه ديال اورلاندو اللي كتعتبر بارك ومحميه طبيعيه ديال امريكان اليجيتورز اللي كاينه في فلوريدا. هاد البلاصة كاين بزاف نتاع العروض وبزاف ديال الحوايج اللي غادي نكتشفوهم مجموعين، خليكم مع الفيديو. دونك دابا دخلنا للبارك، واول ما كنلقاو كنلقاو البيبي اليجيرز. هادو هنايا عمرهم ما بين 3 سنين حتى 5 سنين، نسبيا صغارين شي شويه. حنا نقربوا ليهم نشوفوهم. صراحه تجربه زوينه انك تكون قريب وتشوف قريب لك هاد الوحش هذا غادي نسميه، لانه غير الا خرج فيك ما غاديش يرحمك، الا خرج فيك فشي بلاصه ما غيرحمكش. يور دان قبلتي. هنا كاين احسن وورنين قريته في العالم، دخل ياكلوك. ما كاينش تفليه. دونك هنا تقدروا تشوفوا شحال كاينين ديال الاليجيتورز هنايا، شادين مبردين في الماء هنا لداخل. شوف هاد صاحبنا قداش، نو واي. هادي 10:45 كاين واحد الشو غنمشيو نتفرجوا له. الشو الاول كان زوين بزاف. النيكست وان كاين مع 11:30، من دابا نص ساعه غادي نزيدو نجيبو دوره هنايا في قلب البارك وغادي نوجدو راسنا للنيكست شو. وهذا النيكست شو عندي لكم فيه واحد المفاجاه، دونك خليكم معايا. هاد الخريطة ديال البارك عندي وحدة الصراحة، ولكن بغيت نوريكم شنو اللي كاين هنايا في البارك. دونك دخلنا من هنا دابا، غادي جينا درنا شفنا هذاك الشو هنا في هاد البلاصة. دابا يمكننا نمشيو لهاد الجهة القدام، يمكننا ندورو على اليسار هنا لهاد الجهة هنايا فين كاين هاد البلاصة هادي. كيما يمكننا نمشيو على اليمين ونمشيو لهاد البلاصة من هنا، أو نزيدو القدام ونمشيو لهاد البلاصة من هنا. دونك باقي بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نشوفوهم هنايا معنا في هذا الفيديو. هنايا مورايا كاين هذا الايربورت اللي كنا طلعنا ليه ذاك المره في باجي كريك بارك. الى مازال ما شفتوش الفيديو قديروا باجي كريك، غادي تطلع لكم لافونتور ديال الايربورت. لقينا هنايا واحد راكون، قربوا ليه اكثر. اجي لهنا، اجي البلاستيك هذاك، البلاستيك. اجي نهضر معاك. دابا هادي تقريبا 11:15، غادي نمشيو نقلبو على البلاصة فين كاين ميد كير وغادي نشدو بلاصتنا. I'm just kidding, Sam. It's actually great. I hope this thing can hold.
stores his venom in these puppy cheeks right behind his eyes. And that venom is very potent, folks. A fraction of a drop can kill 2 full-grown adults, and he's going to give you a lot more than a fraction. All right, here we go. Stuck on a branch. There it is. شو صراحة كان زوين ودابا عندي لكم واحد الحاجة كان الشو زوين صراحة تلاقينا داك الحنش النيكست شو كاين من دابا نص ساعة ديال المكانة وغادي نتلاقاو واحد الوحش واحد اخر دابا خدنا لهاد البلاصة فيها الطيور هادو زوينين هنايا غنديرو دور هنا ونمشي ونشوفو شنو كاين واحد اخر Troubles in a little package. أخطر أخطر الحوشة اللي كاينين. Wow, هذا ديرينو بوحدو. This is so big. هذا the biggest I have ever seen. كان زوين بزاف دخلنا خدينا دي فوتو مع الاليجيتور الصراحة الواحد خاصو يحيد الخوف يدخل يدير بحال هاد المغامرات هادو دابا غادي نمشيو لواحد لافونتور وحده اخرى دابا انا غادي ليها خليكم معايا نيكست غادي ندخلو عند الاليجيرز وي غانا فيد ذم خدينا عليهم شويه اللحم هنايا You got big twins, mama. You got big twins. أخرى ثانية. Nobody loves one like mama. Safety line. There we go. Nice, nice. Eyeball meat. I like. One more. All right, if you throw it off. All right, you're gonna put your glove on for your bucket. دونك كانت تجربة زوينة بزاف دخلنا عند الاليجيتورز حتى لداخل عطيناهم ياكلوا دونك حتى لدابا دخلنا عند البيك سنيك مشينا عند الاليجيتور خدينا دي فوتو معاه ودخلنا عند هاد الجروب هنايا في هاد الليك اللي وايد اللي سوفاج دابا مازال غنزيدو ندورو هنايا في هاد البلاصة هادي ولكن اهم مغامرة خليتها لكم حتى التالي نكتشفوها من بعد ودابا وصلنا لهاد البلاصة هادي اللي فيها الكيوبان كروكودايلز من مورا غادي نمشيو نشوفو النايل كروكودايلز كروكودايل سمعتوني تنقول الاليجيتر والكروكودايل كاين فرق ما بيناتهم
الاليجري تيرل الفم ديالو تيكون مسطح بحال هكا. الكروكودايل تيكون الفم ديالو متلج، عنده واحد في الفم ديالو واحد البيك بحال هذا اللي هنا غنشوفو دابا. جاي عندي باين خلاوه بالجوع هذا الصوت هذا اشم. اللي زوين بزاف هنا في هاد البلاصه واخا بارك وخدامين هنايا الناس واورغانيزي، ولكن خلاوها وايل كتمشي فريمون كتمشى كتلقى النسوره تقدر تلقى شي انواع ديال الطيور. ودابا شوفوا شنو لقينا هنايا. كيرقدوهم هنايا ها هو هذا كيترقد من بعد غيولي بحال هكا. معلومه واحده اخرى هو انه الا تيختيني عرف رانا عندك عقل. وصلنا دابا لاخر محطه ديالنا هنايا في غيرلاند، واللي هي غادي نطلعوا نديروا الزيبلاين اللي كما كتشوفوا مورايا انها صوتوا عليها من احسن 10 ديال الزيبلاين في العالم كامل. نطلعوا ونخليكم مع الفيديو. ما غاديش ندي معايا الكاميرا ديالي لانه اتس غاس ديال كومسي فراح اخرى ندير زي بوين فبلاصه اخرى في الكاميرا.
شفنا بزاف ديال الحوايج هنايا في غيرلاند اورلاندو، خصوصا الزيب لاين اللي غادي نخليكم مع لي فوتو ديالها. الصراحه كان فيها شويه ديال الخوف، كان شويه ديال الجرأة والمغامره، ولكن صراحه كانت تجربه زوينه بزاف، واللي كيقدر اي واحد جاته اوكازيون باش يجربها ما يخافش يمشي يديرها، راه سوبر فان. اوكي، عجبتكم المغامره ديال هذا النهار؟ ما تنساوش ديروا سبسكرايب فلاشين باش يوصلكم الجديد نتاع لي فيديو ديالنا، وما تنساوش ديروا جيم ولا تخليوا لي كومونتير ديالكم باش ديما يوصلوا الجديد نتاع لاشين ديالنا لاي واحد لي زامي نتاعنا. So thank you so much for watching. ونشوفكم إن شاء الله قريب فيديو جديد ومغامرة جديدة على لاشين يوتيوب Explore America.